انت هديلي انا ممكن بقى اعالج السبب، وان انا اخد ده في التغذية، ان انا ابدأ اهدي الجهاز العصبي بتاعي ببعض الاكلات والمشروبات اللي ممكن تهديلي الجهاز العصبي، وبالتالي تعالجلي السبب اللي دخلني في مشكلة الضغط. في بعض المشروبات اللي هي بتعمل على انبساط الشعيرات الدموية او العوائد الدموية بتاعتنا، وبالتالي تخلي ضغط الدم يبدأ ان هو يقل. من اهم الحاجات دي الكركديه. الكركديه من الحاجات الهايلة جدا في تخفيض الضغط، ويفضل ان احنا ناخده ساقع، يعني ممكن ان هو مثلج كده في التلاجة وناخد كوباية كركديه. وده لو حد مريض ضغط مثلا وبيعمل دكتور بيحط له برنامج غذائي، ممكن ان هو يحط له الكركديه كجزء من نظامه الغذائي، لانه هيعمل لي على التهدئة، او كمان هيعمل لي على ادرار البول والتخلص من المية والاملاح الزايدة. لان الضغط يا جماعة مرتبط ارتباط وثيق بملح الطعام او بالصوديوم. معظم الاكلات اللي فيها نسبة صوديوم عالية او مملحة دي هتعليل الضغط بشكل كبير، زي الاطعمه المحفوظه والحاجات اللي هي ان احنا دايما بنشتريها من بره او مش من اكل البيت، دايما بيبقى مضاف ليها بعض المواد الحافظه. زي دايما لو جبت اي طعام محفوظ او معلب وبصيت على التيكت بتاعه وشفت المكونات، هتلاقي فيه ماده اسمها بنزوات الصوديوم. بنزوات الصوديوم دي فيها صوديوم، وبالتالي بتعليلي من الضغط، لان الصوديوم من اهم الحاجات اللي هي تعليل الضغط. فدايما ابعد لو انا مريض ضغط عن الاطعمة المحفوظة او المعلبة، لانها هتدخلني في مشكلة او هتزود لي كمان مشكلة ان انا يبقى عندي ضغط. فبالتالي انا ابعد تماما عن كل هذه الاطعمة المعلبة، واتجه بقى للحاجات الطبيعية. كان زمان كده هقول لكم حاجة، ان الناس زمان كانت دايما تفطر طبق الفول معاه بصل ومحطوط عليه زيت حار، وده وجبة ممتازة جدا لمريض الضغط، لان الفول من البقوليات وبروتين نباتي. ودايما احنا مريض الضغط بنديله بروتين نباتي لانه هيقلله الضغط مش هيعليله الضغط. كمان البصل من الحاجات الممتازة جدا ان هي تقلل لي من ارتفاع ضغط الدم. وكمان الزيت الحار بيقلل لي من مستوى الكوليسترول في الدم، اللي هو من الاسباب الهامة جدا لارتفاع ضغط الدم.